سعد بن مثلع العتيبي أيها الإخوة الأفاضل متواصلين وتتواصل أشواطنا في هذا المساء، وشوطنا السادس يسير وينطلق ضمن انطلاقات هذه الأمسية التراثية الجميلة التي نكون وإياكم حاضرين معها بالصوت والصورة بإذن الله تعالى وعلى شاشة قناة الريان الفضائية الناقلة لهذا الحدث الكبير لميدان الشحانية وتداعياته ومنافساته. نبدأ مشاهدين ومستمعين الكرام مع شوطنا السادس الذي يكون في طياته منافسة شيقة وتحدي أيضا في هذا الشوط بإذن الله تعالى. نبدأ مع المركز الأول، شوطنا السادس هو مخصص لثنايا القعدان والمقدمة هو الصارم، الصارم من يحتل المركز الأول ويتقدم هذه الأسماء في هذه اللحظات، تعود ملكيته لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وسالم بن عامر المدهوشي من يقود الصارم في عملية تضمير. ننتقل للمركز الثاني، المركز الثاني من يتقدم على ثاني المراكز مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل هذا هو مهيوب، مهيوب من يحتل المركز الثاني، تعود ملكيته لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري من يضمر مهيوب، من يحتل المركز الثاني. ننتقل للمركز الثالث، من يحتل ثالث المراكز مرموق لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني وسعيد بن حمد الزرعي من يقوده في التضمير. ننتقل للمركز الرابع، يصل السيف، السيف من يحتل المركز الرابع لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني الثاني راشد بن عبد الغادر البلوشي من يتابعه في التضمير. شوف اللي يتدخل، يتدخل من المركز الخامس مباشرة إلى المركز الرابع وفي طريقه إلى المقدمة. شوفوا من يتدخل هنا، مرفوق، مرفوق لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. هذا هو نيدانا مشاهدين الكرام لهذه المراكز الخمسة الأولى المتقدمة، أتممناها على حضراتكم وعلى مسامعكم، ونعود إلى مرموق أو هنا ما مرفوق، مرفوق مرفوق مشاهدينا الأفاضل أغير من المركز الخامس اللي دعناه قبل لحظات إلى المركز الأول ما شاء الله. مرفوق يمتلك هذا القعود وهذا الشعار هجن الشحانية ومؤسسة هجن الشحانية بينما يقود في التضمير أحد شباب هذه المؤسسة محمد بن خالد العطية من يقود في التضمير. ننتقل للمركز الثاني، يتراجع هنا الصارم غليلا لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سالم بن عامر المدهوشي يقود في التضمير. المركز الثالث، يصل مهيوب على مستوى المركز الثالث لهجن الشحانية وتضميره مع جابر بن سالم بن فاران المري. ننتقل للمركز الرابع، من يحتل رابع المراكز مرموق لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني سعيد بن حمد الزرعي يقود مضمرا بينما يصل على المركز الخامس ويتقدم هنا عزام لهجن الشحانية تضميره ومتابعته مع سالم بن جابر بن فاران المري. هذه النتيجة أيها الإخوة المتابعون في كل مكان لهذه المراكز الخمسة الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود وإياكم إلى صدارة هذا الانطلاق مع مرفوق، مرفوق مرفوق من يتحكم في زمام الأمور، يتحكم تحكم ممتاز. الله يا مرفوق، مرفوق تعود ملكيته لهجن الشحانية المتابعة والتضمير مع محمد بن خالد العطية الحوت والمشاقب والعالمي، يعني لديه عدة ألقاب. يا سلام، الله، الحوت من يتصدر الجموع مضمرا وقائدا لهذا الاسم الكبير بينما يصل على المركز الثاني. من يتقدم؟ يتقدم مهيوب،
مهيوب كذلك أيضا من ضمن هذه المؤسسة الكبيرة من تمتلكها هجر الشحانية، ولكن التضمير مع أيضا أحد الشباب المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري من يقود مهيوب في عملية التضمير. نشوف المركز الثالث هنا الصارم على مستوى المركز الثالث لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع المدهش سالم بن عامر المدهوشي. هنا التدخل على المركز الرابع من يغير إلى ثالث المراكز الفارس لهجن الشحانية في أول نداء له في هذه اللحظات، وسالم بن جابر بن فاران المري يقوده في التضمير. ناخذ المركز الخامس، ومن يتقدم على مستوى المركز الخامس يتقدم مشاهدينا الأفاضل مرفوق أو مرموق. مرموق تعود ملكيته لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني، والمضمر سعيد بن حمد الزرعي من يقود في التضمير. هذه نتيجتنا أيها الإخوة المتابعون في كل مكان. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة والمقدمة. شوف المقدمة مع مرفوق مع المركز الأول، مرفوق مع صدارة هذا الشوط من البداية وحتى هذه اللحظات، وهو من يتحكم في زمام الأمور. شوفوا 1500 متر الأخيرة، 1500 متر تفصلنا عن خط النهاية، ومرفوق يتحكم في زمام هذا الشوط. مرفوق لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية المشاقب هنا على المقدمة، يقود إخوانه المضمرين في هذا الأداء الجميل. بينما هنا على المركز الثاني يتقدم هنا مهيوب لهجر الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري، والمركز الثالث يصل ويتسلل في هذه اللحظات. هنا الصارم لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، سالم بن عامر المدهوشي. وعلى المركز الرابع، المركز الرابع يتقدم هنا مشاهدين الكرام الفارس لهجن الشحانية سالم بن فاران المري، يقوده في التضمير ودخول وتسلل في هذه اللحظات من عزام لهجن الشحانية مع سالم بن جابر بن فاران المري مضمرا الذهبي. يا سلام، نعود إلى مرفوق على المركز الأول، مرفوق على صدارة هذا الشوط. هذا هو مرفوق، لا زال هنا يلعب في المقدمة وصاحب نقطة في المحلي الماضي. هذا هو مرفوق مع المركز الأول لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. ولكن الخطورة بانت يا أبو خالد، بانت من الصارم على مستوى المركز الثاني مع شعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. الصارم ومرفوق، ولكن مرفوق مع المركز الأول، مرفوق مع المقدمة، ما طاع يسلم مشاهدين الكرام. هذا هو مرفوق، سلامنا وتحياتنا في هذا المساء للشعار الأدعم الكبير، لشعار هجن الشحانية، لهذه المؤسسة الكبيرة، ولمضمر مرفوق محمد بن خالد العطية على هذا الأداء الجميل وعلى هذا الفوز المستحق. المركز الثاني يصل الصارم لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. المركز الثالث الوصول من ختال لهجن الشحانية. المركز الرابع يصل مهيوب لهجن الشحانية. المركز الخامس يصل عزام لهجن الشحانية. تهانينا والناموس مشاهدين الكرام لجميع الفائزين. إذن هكذا كانت حكاية هذا الشوط، نهني هجن الشحانية. المركز الأول نهني هجن الشحانية على فوز مرفوق وتحقيقه بالمركز الأول بكل جدارة واستحقاق. تهانينا والناموس. قطع المسافة في زمن وغدر مشاهدينا ومستمعينا الكرام 9:37 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية الثانية موصولة لمضمر مرفوق محمد بن خالد العطية. أما المركز الثاني قطع المسافة في زمن وقدرة 9:39 3 من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الصارم سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني موصولة لمضمر الصارم سالم بن عامر المدهوش. المركز الثالث
يقطع المسافة في 9 دقائق 42 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز ختال الثانية موصولة لسالم بن فاران.